تخيل لا قدر الله أنك نائم في بيتك وبين أولادك وأهلك، وفجأة دخلوا عليك بطريقة همجية متجاوزين حدود الدين والعادات والتقاليد. تعالوا نشاهد قصة المعتقلة مهدية. طالب من الأمن القومي والأمن السياسي الإفراج عن أمي وخالي وسيدي. يتقوا الله في أرواحهم، ما حد يحبس مره، حرم عليهم. إذا ما عاد بيخاف، ما عاد بيرحموش الناس، يخافون من ربهم. يوم 7/6 قبل الفجر في الأذان الأول تهجموا على بيتنا، المصفحات والدبابات والطقوم من ثلث الحارة. عسكر في الأول دق واحد منهم، جاوبها أخي بيقول أين نسبكم؟ قال نسبنا أنا مش أنا داري به ولا لي علاقة به، هو نسب ساء أي نسب، هو ده هذاك بيحاكي أخي. والثانيين بيكسروا الباب، كسروا الباب الأول حق الحوش، بعد الباب الثاني حق البيت. دخلوا للدور الأول، مرت أخي راقدة، هو جهالة 4 أطفال، ضرحوا يعني الآلي في صدرها. قالوا يعني لو أي حركة يعني يمكن يرموها، بس يفتشوا البيت. قاعد فتشوا عادي، فتشوا ونفلوا الدولاب لا فوق جهالها، دستعوا جهالها. العسكر الثاني انتشروا من ملان البيت ساعذر، خواتي بيصيحا ويغورا وهذا ما تفعل الشاه كذا للمها هكذا، حرم عليكم ما يفعلوا شا اليهود. قال العسكري احنا اعضاء يعني اعظمنا اليهود. جاء واحد مدني ملثم قال يا خري نطلع البيت ولا رميت؟ رشيت بس رشيهن وطلع. احنا افتجعنا وطلعنا. طلعوا الدورة الثانية فتشوا الغرف كلها، يعني لا ما عاد احترموش النساء. اني حرمة النساء، اني حرمة النساء، اني حرمة النساء. قالوا انه بيتنا ملان اسلحة. دخلوا فتشوا الدور الاول والثاني والثالث، ما لقيوا ولا اي سلاح. رجع العسكري حب راسبي قال يا حج احنا عندنا بلغ ان بيتك ملان اسلحة. قال ابي فتش البيت تحت امرك، فتش كله. فتشوا قال يا حج الصدق البلاغ غير، وفتفتش حن فتشنا غير، ما فيش ولا اي حاجه في بيتك. قلنا لك انا خلاص ليش عن يعني يحيى؟ قالوا على سب نسبك. قلنا ما دخلنا بنسبنا، احنا يعني نسبنا غير واحنا غير، وهو نسب اي نسب، ما ندخلش بمشاكلهم. اذا هو يعني اي حاجه مشكله مثلا فعلها هو يصير صلاح له، ماشي يجي وصلينا خلص منها يجر. ما بالله جر يحيى أخي بالقوة. قالوا ما بالله يجروا يحيى أخي، ومزوج بأخته، وأختي مزوج بهذا نسبنا هذا. فتشوا البيت وبيطالبوا على أخي، أخي هرب للجبل، طلع للجبل. خلاص كان قد ينزلوا العسكر، كان قد منازلي. بعد ما جاء واحد ثاني مدني ملثم قال لا صدقوش يحيى هو هنا، يعني ما تخرجوا الا بيحيى. طلعوا ليحيى من الجبهه ضربوا ونزلوا، بزوا يحيى وخلاص وساروا. جلسنا منها الثلوث بزوا يحيى. يوم السبت في المغرب بعد صلاة المغرب جاء العاقل محمد أحمد مصلح الوشح، جاء دق البيت. بنقول له من مع يعني من دشتي؟ قال أين أبوش؟ نبي في الجامع. قال ضروري تدعوه من الجامع. صرنا دعي نبي من الجامع. جاء بيقول له ما دشتي يا محمد؟ قال ما بالله يا عم يحيى اشتيك، يعني في عهدتي وانا الضامن لك انت وبنتك، يعني نص ساعة في التحقيق ونردها. قال ابي قضاك الولد الاول، شليت هو الولد الاول، الحين ادلحقوا بالبنت، ادلحقوا بالبنت، ادلحقوا بالبنت، ما دشتوا مننا. قال والله ما بالله نص ساعة ونص ساعة واردها. بعد النص الساعة هذا قال أبي مش بعد تخدعني. قال حرام مطلق ثلاث لا جرها، يعني في عهدتي نص ساعة واردك لا هانئ بعد النص ساعة تيك. قال أبي خلاص ما دام على ضمانتك يا محمد وانت انساع جهالي ما عاد اخدعنيش. قال الله المستعان ما عاد اخدعكش. خطأ أبي بعدهم، بعدها جروا أبي، جروا أخي وجروا أختي
ومنا ما عاد ايش احنا دارين كيف اخبارهم، يتقوا الله في ارواحهم، حرام عليهم. جاولها وعاد هي بتقول لي اي ناس انزلي عادي، ما كنت حتى ما كنت عشيتش عادي، بتقول لي يعني انزل اصبر لها العشاء. ما درينا انا طالعه من الترش ما درت لاحم، بيقولوا قد مش عايز سوقها تحكي، وانا قلت اصر معاها، قالوا لي ماشي ما بيصير معاها ببيتها، والله قال اساكر وعاقل عارف بيحلف يمين وحرام وطلق وسيدي جاء من الجامع. بعدها شلوا بس امي قامت تبصر من البلطة. بعدها ما بقول هاي امها قالت لي خلاص انا عدت نص ساعة وواحد اجي، قلت لها هاي امها يعني ايش انا متوقع انه بشر امي، خلت امي اول ما لبست البلطة قلت مش انا متوقع انه ما يشلوها، بل اتخيل انه كذب، خذت لبست البلطة مثل ايه لبست الجلبة امي خالتي من الدرج. بعدها انا اقول هاي امي اختام ايش قالت لي، مع بعدها من كثر ارتباكات لبست القناطر من خلف، انا بقول هاي امي يما بقى والله احفظ شغلي خليني اجي، ايش قالت لي ماشي انا اعتذر يا بنتي نص ساعة واجي، قلت لها هاي امي انت احبش احبتها وخذت وغادي بتسألها العاقل بتقول لك كم عجز ويحق، قل والله العظيم ما غير نص ساعة وسيدي بيقول يلا هي اختي يا بنتي احنا راكلين الله ثم على العاقل الله في قلب العيش لها نص ساعة شلو هي انا متربى من الطاقة اصلا عايش لوها شلوها فوق السيارة وراحوا لهم، جلسنا ريعنا نص ساعة واحنا بنبكي واحنا بندعي لها ان الله يوفقك وتجاوبها على سليم، جلست نص ساعة مرت نص ساعة مرت بعد النص ساعة جلسنا نص الليل رقدت ذاك الليل وانا مريعة لامي ريع، قمت يوم ثاني الصبح وانا بنقول امي جت قال لي ما جت، جلسنا ذاك اليوم قضيت اقرا قران لانية ان الله يخرج اليوم، ريعت ذاك اليوم ريعت ما جتش، ريعنا اليوم الثاني ريعنا قالوا خلاص معي حقكم معاه 15 يوم، جلسنا ريعنا كرها مضت 15 يوم، بعد 15 يوم ما عاد حقهم لش ولا من اي شيء، ضلعنا مريع لامي كذا لا 8 اشهر، واخوتي الصغار محمد واسماء قوتهم يقولوا لي ويحلعت يمي وانا بقول لهم كذا قالوا ضاعي خرجوها ويومي ريع لها، كل من يدق الباب من دق الباب نقطع عند الطاقة نتبصر يمي ولا ما، كل ساعة تمضي كل يوم اقوم يوم ثاني الصبح اقول اليوم هيخرجوها والله ما الله يظلم من شل أمي، الله يحرمهم من رائحة الجنة، هذي يحرمون من سورة أمي، الله يحرمهم من رائحة الجنة، أنا سأل الباري إنه زلزل الأرض من تحت أقدامهم، قال أمي إذا ماني أشرب إحنا مريع لي كل يوم يمضي يحترق البني، إحنا مريع لها وقالوا غير نص ساعة وهذا النتيجة نص ساعة، نتيجة الكذابين حلف العاقل على رز جهالي، الله يجعلها في رز جهال نصيب، حلف انه ما غير نص ساعة وهذا بدل ما هي نص ساعة 8 اشهر واحنا مريع ليه، صدق حالتنا تدهورت بعدهم، انا سابشة اقسم بالله العظيم ما عاد يهنفنا لا عيشتنا لا سيرتنا لا جيتنا، كل عيشتنا خوف كل عيشتنا ما عاد بهنا اي حاجة، لكن يتقى الله في ارواحهم حرام عليهم، مش احنا المتهمين يعني هل المتهمين ما عسوهمش ولا حقهم، احنا الذي هم احنا بريئين ما في ذنبنا، يرحمونا الصدق يرحموا 7 بنات وجاها اختي 4 حرام عليهم، يحتاجون من اخبار ابي مريض فيها الضغط. محرق اقسم بالله العظيم ما عاد مشكلة الدنيا ما فيها، كرهت الثورة على روسنا احنا
من قال تخلوا عنا عمي تخلى عننا؟ انتم تستاهلوا، انتم في الجامعه تستاهلوا، كنتوا ضد الرئيس تستاهلوا، خالي كذلك تخلى عننا، يعني كل اسرتنا تخلت عننا، ما عادش معنا حد، يعني ضايقون اهل الحاره التهديدات، ان ما سرنا قالوا لا سيروش، لا هذا هذه قضيه مدري ما هو انا عتسيروا بلا لا ما تحتل من عندهم. احنا صدق كل الابواب تغلقت في وجهنا، ما عاد الله باب الله، ما عاد الله باب الله، ما عاد الله باب الله الذي لا حي ينسوه، ما فيش معنا غير احد غير الله احد. صدق جينا لعند عبد الرحمن برما، هو شلنا لعند هذا من الصليب الاحمر تولي، نزلوا لعند العاقل انه انكر، صرنا لعندك قلنا يا عاقل اين اخي اين ابي اين اختي، قال الصدق الموضوع خرج من يدي، ما عاد شو يدي الموضوع. بعدها نزلنا هذا نورها حق الصليب الأحمر، بعد ما نزلناها للبيت بسرت جهة أختي بسرت بيتنا، شليناها لعند العاقل بتقول له أنت إنسان مسلم، يعني كيف ضمنت للمهدية وأبوها وفي الأخير ما يعني ضمانتك خرتها من يدك؟ قال أصلا الموضوع خرج من يدي، ما عادش الموضوع في يدي. قالت لي خاص كلنا فينهم، اشرح لنا لأي سجن شلوهم؟ قال أنا خضيت معاهم لسجن هذا الأمن القومي الذي فيه شعوب، خضيت معاهم لباب السجن لباب الأمن القومي، دخلوهم وأنا رجعت. لو ما ذكرت أني عاد أذكر اسمه بتقول له ممكن يا محمد نكتب اسمك؟ قال الصدق أنا ما سرش معاهم، مش أنا داري هم شلوهم الأمن القومي أو أن شلوهم، أنا اطرحت عند المجزرة الذي فيه شعوب، مش أنا داري فن شلوهم، ومنها أقسم بالله العظيم ما عاد مش تعيشتنا أي ضع. يعني أبي أخي أختي يتقوا الله في أرواحهم، حرم عليهم، اليهود ما بيفعل الشيء كذا وهو يهودي، إحنا إنسان مسلم يعامل المسلم هكذا؟ يعني المرأة ما عاد لهاش حرمة في أي دولة في أي إسلام إنهم يحبسوا المرأة، ولو زوجها فعل، ولو أي متهم ما يفعلوا شيء الناس الآخرين في تهمة ذيك. دخلوا لبيتنا وإحنا صدق صدق ده يعني دخلوا ده يا ما دخلوا يتهجموا على البيت وإحنا بلادات النوم كلنا السبعة البنات وأمي ونسوان أخوتي، كان نقول لهم عاد باقي احترام عاد باقي؟ قال ما بش احترام، يلا يا يخرن يا رشيتهم بالرصاص، ودخلوا دسعونا وصيحنا غورنا، احد ينقذنا احد يبسرنا من الحار، ما نبسرتنا من الحار ولا شيء، حملوا يشتوي يرامونا صليهم، ما عاد تغلقت الابواب كلها في وجهنا.